Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour et bonne journée. Je te dis au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir et à bientôt. نورما، وانتو جاهزين للدرس اليوم؟ حضرتوا القلم والدفتر؟ لأن اليوم عنا تمارين تطبيقية على اللوح وبدنا نعمل مراجعة لحرف. بدكم تعرفوا شو هو الحرف؟ لقوني بعد أغنية الأبجدية. تعرفوا شو هو الحرف؟ طلعوا منيح. أحسنتم. اسمها الباء ولفظها ب. اسمها الباء ولفظها ب. عيدوا وراي حتى تضلكم متذاكرين. شو اسمها وشو صوتها؟ اسمها الباء ولفظها ب. ب ب باء. اسمها الباء ولفظها ب. وهذه الباء هل هي منفصلة أو متصلة؟ هي بتمسك أو ما بتمسك حدا؟ أكيد ما بتمسك حدا، باء منفصلة. وانتبهتوا؟ الباء عندها نقطة، نقطة واحدة تحت. اسمها الباء ولفظها ب، وهذه الباء منفصلة. أما الباء المتصلة الموجودة بأول الكلمة بيكون عندها سن صغير مع نقطة تحتها، ما تنسوا النقطة. هذه الباء متصلة. بنشوفها عادة بأول الكلمة، متصلة بنشوفها في بداية الكلمة. باء ب ب ب. وهيدي الباء هي باء أيضا متصلة، بنشوفها بوسط الكلمة. ليش؟ لأنه بتمسك عن الجهتين. نعمل لها سن صغير ومنحط لها النقطة تحتها، ما تنسوا النقطة. اسمها الباء ولفظها ب، وهذه الباء متصلة، يعني تمسك، بتمسك من جهتين بوسط الكلمة. وآخر باء يلي هي الباء أيضا متصلة، بس بتكون في آخر الكلمة، موجودة بآخر الكلمة. شفتوا شكلها؟ بتشبه الباء، تشبه الباء المنفصلة، ولكن عندها إيد صغيرة، إيد صغيرة بتمسك من هيدي الميل، مش من هالميل، من هالميل. وما تنسوا إلى نقطة. اسمها الباء ولفظها ب، شفنيها منفصلة وشفنيها متصلة. وإنتوا لحالكم بالبيت جربوا فكروا بكلمات فيها صوت الباء،
وبتتذكروا المحفوظة؟ تتذكروا حكينا محفوظة صغيرة عن الباء، بتكون عيدها سوا؟ يلا. باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة، ولها نقطة لا أنساها. عدوة. باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة، ولها نقطة لا أنساها. هلا جهزوا حالكم لأنه بعد شوي رح نكتب الباء على اللوح مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة، ولها نقطة لا أنساها. وهلأ حين الوقت نعمل مراجعة قصيرة وبسيطة وسريعة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. جاهزين؟ كلنا سوا واقفين، إيدينا حاضرين. 1 2 3. اسمها الألف ولفظها اسمها الفتحة ولفظها اسمها الواو ولفظها أو. اسمها ضمة ولفظها أو. واسمها الياء ولفظها إي. واسمها الكسرة ولفظها إي. خلونا نكتبهم على اللوح فنتذكر كيف أشكالهم. الألف توقف على السطر، فتحة، الواو على السطر، ضمي، الياء على السطر، والكسرة أو إي. أصوات طويلة أو إي، أو إي. أصوات قصيرة أو إي. الأصوات الطويلة بتقعد على السطر، بينما الأصوات القصيرة الفتحة والضمة بتطيروا، أما الكسرة فبتصبح تحت السطر. ما تنسوا هالمعلومات لأنه كتير مهمة نعرفهم. وانتبهوا، الأصوات القصيرة مثل ما شايفين صغار صغار، ما بنكتبهم كتير كبار، مشان هيك لازم على طول تتمرنوا عليهم وتجربوا تكتبوهم بطريقة صغيرة. أما الباء، باء قلنا فيها منفصلة وفيها تكون متصلة، رح نكتبهم على اللوح حتى نتذكر أشكالهم. الباء المنفصلة، الباء متصلة ببداية الكلمة، والباء متصلة في وسط الكلمة، والباء متصلة في آخر الكلمة. تذكرين شو معنى متصلة؟ يعني بتمسك، يعني الباء فيها تكون غير متصلة، يعني منفصلة، ما بتمسك حدا بهيدا الشكل، لحالة بتوقف، وفيها تكون متصلة ببداية الكلمة، بوسط الكلمة، بآخر الكلمة. بأول الكلمة تمسك من جهة واحدة من هاي المين، نعملها سن صغير مع نقطة تحتها، ما تنسوا النقطة. بوسط الكلمة شايفين تمسك على الملتين، مشان هيك بنقلها بوسط الكلمة، واقفة بالوسط بالنص، تمسك من هاي الإيد وبتمسك من هاي الإيد. أما الباء في آخر الكلمة ما بدها تمسك حدا من هاي الميل، بس بدها تمسك من ميلة واحدة، مشان هيك بنقلها ماسكة في آخر الكلمة. منشوف بآخر الكلمة، منكتبها بآخر الكلمة. ما تنسوا هالمعلومات، ضلكم متذكرينه. وهلأ في حال حطينا لكل هالأشكال الأصوات القصيرة، تعرفوا كمان بنقدر نحط لهيدول الأشكال أصوات طويلة. شوفوا كيف الباء فينا نحط لها الفتحة، ضمة، والكسرة. وهون الباء كمان إيه منشوف مع الفتحة، ضمة، والكسرة. رح نجرب نكتب هيدا الشكل. ب ب ب. كيف هيدا الشكل شفناه مع الأصوات القصيرة؟ كمان هيدا الماسكة من جهتين، وكمان الماسكة بآخر الكلمة، فينا نحط لها الفتحة، وفينا نحط لها الضمة، وفينا نحط لها الكسرة.
بس هيدا الشكل بالذات فينا نشوف كمان معه أصوات طويلة، يعني الباء الماسكة فينا نحط لها الآ، باء فينا نحط لها البو، بس هالمرة الباء بتطلع عن السطر. ليه؟ لأنه الواو هي اللي بدها تقعد على السطر. بو بو، وكمان الباء مع الياء. بي بي بي، با بو بي، با بو بي. بتعرفوا شي؟ كمان الباء المتصلة من جهتين كمان منشوف معها الأصوات الطويلة، بس منشوفهم من هالمي. والباء الماسكة من جهتين فيها تمسك الألف، با فيها تمسك الواو، بو وفيها تمسك الياء، بي با بو بي. يلا كلنا سوا منجرب نقريهم. با بو بي، با بو بي، با بو بي. مثل ما قلت لكم قبل، الباء المتصلة من جهتين أو الباء المتصلة في آخر الكلمة وحتى الباء المتصلة بأول الكلمة منشوف مع الأصوات القصيرة، مش دايما بس منشوف مع الكسرة أو الضمة أو الفتحة للباء هيدي، كمان منشوف أصوات طويلة مع. ما تنسوا هيدا الشيء، تمرنوا عليها بالبيت، تمرنوا عليها، اكتبوها منيح، وما تنسوا لسن صغير بوسط الكلمة وإلى نقطة، إذا نسينا النقطة، إذا ما حطينا النقطة بتبطي الباء. تمرنوا عليها كتير منيح، وهلأ جهزوا حالكم للتمرين التاني. جاهزين؟ تنميز الباء وين موجودة؟ هي في بداية الكلمة أو في آخرها؟ يلا أول صورة مع بعض رح نشوفها هي بحر. بحر بحر، اسمعوا كتير منيح الكلمة، قولوها على صوت عالي، رددوها ما تستحوا. بحر بحر بحر، أحسنتم. الباء موجودة بأول الكلمة، بحر، بنحطها بهاي العلبة. كلمة تانية، كتاب كتاب، قولوا الكلمة، رددوا الكلمة ما تستحوا، علوا صوتكم واسمعوا حالكم وين عم نلفظ، وين امتى عم نطلع صوت الب، بأول الكلمة، ببداية الكلمة أو في آخرها، في آخر الكلمة. كتاب كتاب، أحسنتم، في آخر الكلمة. وهيدي العلبة بنحط فيها هيدي الصورة. صورة تانية، بيت بيت بيت، أين هي الباء؟ بيت بيت، أين هي الباء؟ في بداية الكلمة، أحسنتم. بيت بيت، ممتاز. وهلأ كلمة أخرى، كلمة أخيرة، آخر صورة، شو هي؟ إيه مزبوط قلتوها، باب باب، أين هي الباء؟ في أول الكلمة أو في آخرها؟ اسمعوا حالكم كتير منيح. باب، يلي عم بقول بأول الكلمة مزبوط، ويلي عم بقول بآخر الكلمة كمان مزبوط. كيف؟ اسمعوا حالكم كتير منيح، هيدي الكلمة فيها باء مرتين، في ببداية الكلمة وموجودة بآخر الكلمة. باب باب باب، أحسنتم. قالكم وين بحطها؟ بأي علبة؟ ببداية الكلمة أو بآخر الكلمة؟ تعرفوا؟ رح خليها معي. وهلأ ننتقل للتمرين التالي. بيت بيت، كتاب كتاب، باب باب، بحر بحر. التمرين التالي بيقول أضع مكان النقط الباء منفصلة أو متصلة، أنتوا عليكم تقرروا أي باء بدنا نكتبها محل النقط. ف
فإذا أول صورة علبة، علبة. ثاني صورة عنب، عنب، عنب. كتاب، كتاب. بيت، بيت. وعندنا الباء متصلة، باء متصلة، باء منفصلة، وباء متصلة. أي باء بدنا نحط بأي كلمة؟ انتبهوا كتير منيح. أول صورة علبة، علبة، علبة. طلعوا كتير منيح بالكلمة. وين موجودين النقط؟ بوسط الكلمة. أحسنتم، علبة بوسط الكلمة. يعني بس تكون بوسط الكلمة كيف بيكون شكلها؟ هيدا شكلها؟ طبعا لا. هيدا شكلها؟ أكيد بتكون متصلة من جهتين، تمسك من هلمين ومن هلمين. سوا رح نكتبها علبة. تمسك هلمين، نعمل لها سن صغير، وبتمسك من هلمين. وما تنسوا إلى نقطة، علبة. ما تنسوا للنقطة، وما تنسوا سن صغير، ما تطولوا كتير، سن صغير. علبة، علبة. الصورة الثانية عنب، عنب، عنب. أضع مكان النقط الباء بالشكل المناسب. أي باء؟ طلعوا كتير منيح بالكلمة، طلعوا فيها كتير منيح. الباء وين موجودة؟ أول شيء اسمعوا، اسمعوا حالكم شو عم بتقولوا وركزوا وشوفوا الباء وين موجودة. عنب، عنب. أحسنتم، في آخر الكلمة، هي اللي بس تكون موجودة بآخر الكلمة. أي شكل أنا بدي حط؟ هيدا مزبوط. أحسنتم، الباء ماسكة بآخر الكلمة. ليه؟ لأنه بتمسك بس من هالميل، من هالميل، ما بدها حدا يمسكها. علب، عفوا، عنب، عنب، عنب. شفتوا؟ تمسك النون من هالميل، عنب. وما تنسوا لها نقطة، لأنه إذا ما حط لنا نقطة ما بيطلع عنا حرف، وما بيطلع عنا حرف الباء، صوت الباء. فإذا علبة، عنب. الصورة التالية كتاب، كتاب. مظبوط، الباء موجودة بآخر الكلمة. وبأي شكل موجودة؟ هل هي متصلة أو منفصلة؟ طلعوا فيها منيح. طبعاً منفصلة. ليه؟ لأنه الألف ما بتمسك، بدنا نكتبها منفصلة. فإذا بدنا نكتب هيدا الشكل، الباء المنفصلة، الباء المنفصلة. كتاب، كتاب. وآخر صورة عنا إياها هي بيت، بيت، بيت. أين الباء؟ ببداية الكلمة. وكيف شكلها موجود ببداية الكلمة؟ كيف؟ هي أو هي أو هي الباء أو هي الباء. أي وحدة؟ قلنا هي الباء بآخر الكلمة، وهي الباء غير متصلة، منفصلة، وهي الباء متصلة من جهتين. فإذا الباء المتصلة في بداية الكلمة. أحسنتم، وساعتها نكتب الباء متصلة في بداية الكلمة. ما تنسوا للنقطة، سن صغير مع نقطة تحته، باء. فإذا اسمها الباء ولفظها ب. شفناها منفصلة وشفناها كيف بتكون متصلة. بيت، علبة، عنب، كتاب. يلا عجلوا اكتبون وتمرنوا عليهم على طول، على طول تمرنوا عليهم. تمريننا هلا بيقول أضع مكان النقط با، بو، أو بي. ثلاث صور وراي على اللوح. شباك، طربوش، بابا. شباك، طربوش، بابا. با، بو، بي. يلا هيدا التمرين كتير بسيط وهين، وأنا أكيد إنه أنتوا رح تعملوه بسرعة كتير. أول كلمة شباك، شباك. انتبهوا كتير منيح، شباك. شين ماسكة، يعني الباء بدها تكون شو؟ ماسكة. طبعا بدها تكون ماسكة، بس أي باء مع أي حرف بدي حط؟
مع البي أو مع البو أو مع الباء؟ شباك، طبعا مع الباء شباك. فإذا الباء بدنا نكتبها متصلة، بدنا نعملها إيد صغيرة، نعملها سن، بنحط لها نقطة وبنرجع بنكتب الألف شباك شباك. فإذا الباء متصلة موجودة بوسط الكلمة ماسكة من جهتين شباك. الكلمة الثانية طربوش طربوش طربوش. طلع هون الراء بتمسك شي الباء، فإذا ما بنعملها ماسكة من جهتين، بدها تضل ماسكة من جهة واحدة. بس أي حرف مع من الأصوات الطويلة طربيش طرباش أو طربوش؟ طبعا طربوش مع الواو. إذا بنكتب الباء مع الواو ونحط لها نقطة، ما بدنا ننسى نقطة، سن صغير مع الواو طربوش طربوش. وآخر كلمة بابا. البابا بيتعب كتير وبيروح بيجيب أغراض، بابا بابا. أي حرف مع الباء؟ أحسنتم، مع الألف بابا بابا. بابا بابا. تعرفوا؟ صرتوا تعرفوا تكتبوا كلمة بابا. انتوا هلا فاجئوا للبابا واكتبوا له الكلمة على ورقة وفرجوا اياها، وأنا أكيد إنه هو رح يكون كتير مبسوط منكم. ليه؟ لأنه انتوا شاطرين، وأنا أكيدة إنه انتوا عم تتمرنوا عليهم بالبيت، عم تتمرنوا كيف تكتبون وكيف تقرون. ثلاث صور، ثلاث كلمات، حاضرين تتكتبون؟ يلا، أول صورة عنب. عنب، مين ما بيحب العنب؟ أنا كتير بحب العنب. عنب، اسمعوا حالكم انتوا عم تقولوا الكلمة. باب باب. كتاب كتاب كتاب. أول صورة، نرجع لأول صورة، قولوها لحالكم بالبيت، عجلوا وعلى الصوت عالي، اسمعوا صوتكم، اسمعوا حالكم. عنب عنب عنب. شو أول صوت عم نسمعه؟ شو تاني صوت عم نسمعه؟ وشو آخر صوت عم نسمعه؟ أول صوت هو عنب عنب. العين، أحسنتم، العين. العين عنب عنب. شو تاني صوت؟ عنب. نون، ممتاز. نون إلى نقطة، عنب عنب. الباء، ممتاز. الباء، انتبهتوا للفرق بين النون والباء؟ النون مثل الجر، صغيرة ونقطتها ببطنها، بينما الباء كبيرة كأنها عم تضحك ونقطتها تحتها. العين، نون، والباء، عنب. نحن فينا نقرأ إذا كانوا الأحرف هيك مفصولين؟ أكيد لا، لازم يكونوا يمكن متصلين، بس مش كل الأحرف. رح نبلش بأول حرف، العين. يا هل ترى العين والنون هيك بيكونوا منفصلين؟ لا، العين لازم تكون متصلة. خلينا نعمل مراجعة لصوت العين. العين اسمها العين ولفظها عه، وهذه العين منفصلة، ما بدها حدا يمسكها، منفصلة. العين المتصلة، العين متصلة في بداية الكلمة، أحسنتم، والعين متصلة في وسط الكلمة. شفتوا؟ بوسط الكلمة بتغير شكلها، بوسط الكلمة بتتسكر، بأول الكلمة تبقى مفتوحة. العين مفتوحة بأول الكلمة، بينما بوسط الكلمة تتسكر، والعين بآخر الكلمة تشبه العين الماسكة من جهتين.
العين مسكرة متصلة، فإذا منفصلة متصلة العين. هلأ قولوا لي أنتو أي عين أنا بدي حط هون؟ هل هي بآخر الكلمة؟ هي بأول كلمة، في بداية الكلمة. طبعاً بدي حط العين الماسكة بأول الكلمة، العين. هلأ النون كيف شكلها بوسط الكلمة؟ كيف شكلها؟ هاي تنشوف. أول شيء النون المنفصلة، النون المتصلة في بداية الكلمة، نون ماسكة متصلة من جهتين، والنون في نهاية الكلمة. فإذن نون منفصلة متصلة متصلة ومتصلة. طلعوا أنتو كتير منيح، شو في ورا النون؟ الباء. فإذن بدها تمسك النون ماسكة العين، هي أصلا ماسكة العين. فإذن هل ترى بدها تمسك الباء؟ إيه أم لا؟ فكروا منيح، بدها تمسك الباء؟ أكيد بدها تمسك الباء، مشان هيك أي شكل أنا بدي حطها؟ الباء متصلة طبعاً، ولكن أي وحدة؟ المتصلة في وسط الكلمة؟ متصلة في بداية الكلمة؟ أو المتصلة في آخر الكلمة؟ طبعاً في وسط الكلمة، أحسنتم. نعملها سن صغير ومنحط لها نقطة. أما الباء لازم تكونوا حفظتوها، فإذا أي شكل أنا بدي حطه رح نكتبها على السريع. الباء المنفصلة المتصلة طلعوا كتير منيح، أي وحدة؟ أي وحدة؟ أحسنتم، الباء المتصلة بآخر الكلمة. عنب عنب، انتبهوا كتير منيح، عنب. شو عم بسمع تحت العين فيه؟ عي عنب، أحسنتم. الكسرة عنب عنب. الصورة التانية كتير بسيطة وهينة، وأنا أكيدة إنه كلكم رح تعرفوا تكتبوها، لأنه ولا أسهل من هيك. باب باب، شو أول صوت؟ الباء، ممتاز. شو تاني صوت؟ باب باب، الألف. وشو آخر صوت؟ طبعا الباء، باب باب. يلا هيك فينا نقريها؟ أكيد لا، الباء في أول الكلمة. أنا شايفتكم قد إيه أنتم محمسين وقد إيه مستعجلين تكتبوها، ممتاز. بس روقوا وانتبهوا وركزوا، عرفوا كيف نكتبها. نعملها سن صغير مع نقطة تحتها لأنه بدها تمسك الألف. باء متصلة ألف، باء ب باب باب. وآخر كلمة كتاب كتاب كتاب. رددوا الكلمة، قولوها على صوت عالي قد ما فيكن، ما تستحوا، حتى لو تغلبطتوا من أول مرة جاعدوا، ما تستحوا، نحن عم نتعلم، نحن عم نتعلم ورح نغلط ورح نغلط ونرجع نصلح غلطنا. أول صوت بالكلمة شو هو؟ كتاب، أحسنتم، الكاف الكاف كاف. كتاب كتاب، التاء، ممتاز. كتاب، الألف. وآخر صوت الباء، ممتاز. كتاب كتاب. وطبعا ما فينا شو نكتبها بهيدي الطريقة، الكاف كيف بدنا نكتبها؟ الكاف هيك نشوف. أول شي الكاف منفصلة، الكاف متصلة في بداية الكلمة، الكاف متصلة في وسط الكلمة،
والكاف متصلة في آخر الكلمة. منفصلة أو متصلة؟ طبعاً متصلة لأنه هي موجودة بأول الكلمة. يا هل ترى أي شكل من هالأشكال أنا مفروض حط؟ طبعاً لا، أكيد الكاف المتصلة في بداية الكلمة. الكاف متصلة في بداية الكلمة. ما هذا الحرف؟ تاء. ت ت تاء. الباء نقطتها تحت، أما التاء عندها نقطتين بالكتاب بنقريها، ولكن نحن وقت لما نكتبها بنعمل لها خط، بنوصل النقط ببعضهم. تاء رح نكتبها على اللوح. رح نكتبها هون. تاء منفصلة، التاء متصلة، تاء متصلة، والتاء متصلة. بتعرفوا؟ مش هكتبها هون، رح اكتبها هون. والتاء متصلة في آخر الكلمة. تاء 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 تاء. طلعوا كتير منيح. الكاف بدها تمسك، والألف في وراها للتاء. نحن أي شكل بدنا نكتب؟ أي تاء؟ المنفصلة؟ أكيد لا. المتصلة؟ طبعاً. المتصلة بآخر الكلمة؟ هي مش بآخر الكلمة، هي بوسط الكلمة. فإذا أي تاء؟ بوسط الكلمة. ممتاز، أحسنتم. التاء ماسكة من جهتين. هي بدها تمسك؟ طبعاً الألف. عفوا، كتاب. كتاب كتاب. مشان هيك حطيت لها الكسرة. بحصتنا لليوم عملنا مراجعة لصوت الباء، كيف بتكون متصلة وكيف بتكون منفصلة، وعملنا تمارين تطبيقية مع بعض على اللوح. مشان هيك أنا رح أطلب منكم على طول على طول راجعوا التمارين، وراجعوا قراءة وكتابة الكلمات اللي عم نعملها سوا، لأنه أنا بعرف أنه أنتم كتير شاطرين وبدكم تصيروا أسرع بالقراءة وبالكتابة. هلأ حصتي لليوم انتهت، أنا بلاقيكم بحصة جديدة. بس قبل، أنتم ما خلصتوا، بعد في عندكم أغنية الأبجدية، اسمعوها واحفظوها كتير منيح. إلى اللقاء. دال ذال را.